أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى أمك المظلومة الزهرة وعلى الدماء السائلات بين يديك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وابا أئمة روحي وأرواح من في الوجود لك الفدا يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والرداء. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء. السلام على قلب زينب الصبور. السلام على جبل الصبر. السلام على كعبة الرزايا والأحزان. بيت محيرة أصفاك بالإيدي. ليلة بواج الليلة مثل ما نقول كل سنة أن هذه الليلة أعظم من البارحة، لأن البارحة زينب وياها الأهل، لكن أسألكم زينب وياها أحد الليلة؟ يلا كلكم رجالا نساء انجنزوا يا زينب. وقات محيرة أصفيك إياك الله، والله يعودك عند الحسين إن شاء الله. أنا لا عباس يبرالي يبرالي أقول يا ولا يضربوني. شيعة تدرون اليوم أول يوم واحد يضرب زينب يضربان من أبتشي من أبتشي وتهمل العين
تبقى وتبقى عبرتي بصدري ذكتك هالأبيات. تسمع ايش قالت؟ قالت خويا انا صوت الما ينسمع سمعه. إن شاء الله عندنا سادة ومشايخ يسبحون الصلاة على زينب. أنا صوت الماء ينسمع سمعوا إذا وبك أكثر الثاني. وأنا طولي الماء ينشاف شافا وأنا خدري الماء يندها. وهذا الماء يبكي على زينب، الماء يبكي على زينب فاقد مروى الدهر آية الدهر وزينب السوى. الماء يبكي على زينب فاقد مروى الدهر آية الدهر وزينب السوى. سطرها من مشات لعلكم بالليل تدليها على خوضة ريحة الخوة. اسمع قعدت تجر سهام البلعة مثل روح بجسد من تنسح القوة. اجوها وهي يا معبار كل واحد بيده صاد يريد يتقوى. ضربوها تصيح وتنهض من الآب مثل سعفة من الصوت تتلوى. الماء يبكي على زينب فاقد مروى الدهر آية الدهر وزينب السوى. سطرها من مشات للعلقم بالليل تدليها على خوها ريحة الخوة. قعدت تجر سهمة من وسط العين مثل روح بجسد من تنسح القوة. شافوها وإجاها وهي يا معباد كل واحد بيده صاد يريد يتقوى. ضربوها يا خدر علي رجعت قالت ابن اخويا زين العابدين قوم ايش بيش عمه؟ قالت اني ارى السماء محمره وريح سوداء هبت. قال عمه ارفعي لي طرف الخيمه. بعد ان قال سندني سندت اليه رفعت طرف الخيمه. قال عمه علي بحجر. جاءت له بحجر اخذ يضرب راسه. ما بك ابن اخي؟ قال عم انظري. نظرت زينب واذ بها ترى الراس يلوح. يا سلام يا سلام تاج حسين
العباس يا قال هتاج شل جميع هذا على الرموح الباكي على زينب كالباكي على أخويها الحسن والحسين. فأقبل الجواد محمد قالت ابن أخي ماذا يقول الجواد؟ قال عما إنه يقول الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبي الله. يا مهر حسين وين حسين قلي تعبانين. أبو علي البارحة بكي ومن الصبح لعل بعضكم ما نام الخاطر إلى حسين. إذا أنتم تبكم تعبانين الليلة زينب يبدأ التعب عليها. يا مهر حسين وين حسين قل لي يا خايب بعد ظل في شفي. مسكت لجام الفرس خرجت خلف النساء حتى وصلوا إلى الجسد. أقول لها زينب كيف عرفت أنه جسد أخيك؟ تقول أنا سمعت يوين وتقربت لي. أنا سمعت يوين وتقربت لي. لقيت الأخوة متوسد يديه وشفت 1900 جرح بي. يسأل إمامنا شلون الجسد يحوي هالضربات؟ فيقول الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة. أين الصارخون؟ لقيت الأخو متوسد يدي شفت 1900 جرح بي. أنا احتريت يا جرح الأداوي، أنا يا جرح الأضبدة ويا جرح الأخلي. حاجاها شقال يا زينب كل جرح بعضا يعوفي عوفي عوفي يا زينب بس جرح القلب يا اختي عينك علي. أتلطم على قلبك قاعدة تتقلب ذيك الجراحات. الله يرحم السيد الشرح يقول رأت حاجة ما إن رأتها إلا صرخت صرخة اهتزت كربلاء. شنو شافت زينب؟ قاعدة يما تقلب جروح اللي بصدره لأنها تشوف المثلة. أكملها وأريد صرخة منك لأنها تشوف المذلة طالع من خرس ظهره. قعدت عاد أخت إن شاء الله ما عندنا واحدة فاقد أخوها لو عزيزها. قعدت يماه بتسولفها شان تريدني أنسى أبطل الله وليلي أخذ ذكرات
اخذ صورتك بالعين تذكر يا كل الاصغار انا بك ثم أن لها أرادت أن تقبلها يقول أرباب المنبار طأطأت برأسها وقبلته على عظم نحر شريف إذ قل أخويا ألا ما بعين دمع وسقي لو الدواء قلبي لمش قلبي ثم وضعت يديها تحت صدره إلهي تقبل منا هذا القربان ثم صاحت يد يا رسول الله صلى عليك وليك الزمان هذا حسينك بالعراء محزوز الراس من القفا وبناتك سبايا تقرأن يا يولا أجد مال ما حد وقف دوب ولا نقار غمض له يعالج بالشمس من خطوب ولا واحد يضلل عن الحول وقفت هي تضلل عليه فما بينما هي كذلك أقبل لها الشمر بصوته ضربها على رواية ضربها بالرمح وسقطت على الأرض ترضى يا الغيور ترضون يا شيعة برضاك يا رغم عليك يجرني الشمر وانا حوالي اشوفا غيتك ما ثورت بيك بيك لكان معذور يا الحسن هذا البيت لازم نقرأ الليلة توجهت للنبي بعدين ايش قالت تعالي يا معزن يوم وتعالي يقولون لبنية اذا شعرت بالهضيمة والألم تتمنى امها يمها تعالي يا معزن يوم وتعالي شوف كربلاء سوت بحالي ردت عليها انا يا ماشي يوم ابو بعيده انا شفت حسين من حزام اريده ثلاث ايام انا ساكن البلد نوبا هضى دور خنصريدة ونوبا نار أدور جمع ضيدة أين الصارخات أين الضجون بعد
صيحوا لزينب طلعوها، وحرقوا قلبها براس أخوها، لا من بجاء بالصوت ضربوها. تجاوز عني تجاوز، سبوا الزكية وشتموها، وزينبا ولما هودت سواد هذه الليلة اللي ما مرت على أهل البيت مثل هالليلة، نادى عمر بن سعد عليها بالنار لمسامحة لأحرق بيوت الظالمين. جيء له بقبس رماه في الخيام، اشتعلت نارا، أقبلت زينب إلى السجاد، ابن أخي أمكتوب علينا أن نموت حرقا بالنار؟ قال عما أنت عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، شو نسوي؟ قال عليكن بالفرار في الميدان. الكلمة كل سنة أقولها، أننا لو بكينا على الفرار طوال حياتنا ما نأدي حقه. يسأل سيد جاسم أي مصيبة أعظم قرأتها طوال خدمتك على المنبر؟ قال عندما خرجت زينب من الخيمة حافية. أما إمامنا زين العابد كان مسجن على فراش، أقبل إليه شمر وزجر وقالوا أبعدك حي يا ابن الخارج؟ فأكبوا إمامنا على وجهه واستل الشمر الصار وصار يضرب الإمام على متونه. أقبلت زينب وهي تقول دعوه فإن له بقية الباقي، بالله جبنا العلي ليمرضونا ولا راد قعدة يقعدونا، ما شفنا بصياط والله يضربونا. ثم أمر ابن سعد رجاله أن يهجموا على الخيام ويسلبوا ما على النساء والأطفال. جاء الزجر، استقبلته زينب تقول يا زجر بسك عاد لا تشمت علي، راحت رجالي وما بقت لي بقية، ما كفاكم يا زجير ذبحة الإخوان وذبحة رضيع حسين مثل حسين عطشان، حتى جيتوا يا زجر تسلبوا النسوان. قد عليها أقبل إليها زجر يزجرها بكلامه ويصيح لازم بإيدي أسلبها اليتامى بعد، ومن كربلاء ما تطلع يا زينب بالسلامة، لازم أضربك وركبك على المطية. البيت بيجرحك بيجرح أخواتنا، شقال لها اللعين؟ الصياحة ما ينفع
على ذبحة أخوته صوتك سمعته وكان ما ينسمع صوتك. يقول حميد بن مسلم رأيت طفلة من أطفال الحسين قلت لها ألك حاجة؟ فقالت أنت لنا ما علينا. قلت لا لكم ولا عليكم. فقالت لي كلمة يلا لعند حاجة يوجه قلبه. قالت يا شيخ هل تدلني على درب النجاة؟ اصرخوا اصرخوا اعلى اعلى. ايش عندك في النجاف؟ قالت انا سامع عمتي زينب تقول ان لنا قبر هناك يلوذ بالخايف. يعني انا خايفه. العيون جامدة تبكيك بنت الحسين. قلت لها النجف بعيدة شو تريدين حاجة ثانية؟ قالت يا شيخ ترى أنا عطشان أبي ماي. راح جاب القربة. هيسمع صوت البكاء. جاب القربة أدنتها من فمها لكن ما شربت. قالت يا أخ العرب إني لما ودعني الحسين أبي كانت شفتاه يابستين. أسألك يا شيخ هل شرب أبي ماء؟ ماذا أقول لها؟ قلت لها لا الكبت الخربة من يدها وهي تقول شلون أشرب وأبويا الحرم منه. رجعت إلى الخيمة المحروقة تقول إحدى أطفال الحسين لما هجموا على المخيم فرار فلاحقني رجل أزرق العينين حتى أراد أن يسلبني حتى فررت من بين يديه ولكن ضربني بطرف الرمح على ظهري. سقطت على الأرض جاء اللعين ليسلب قرأ القرطين يعني تراجيغ أخذ يسلبغا والدم يسيل من أذني. شيعان شيعان الرواية تقول إذا بكى اليتيم ظلما اهتز عرش الله. الليلة كم مرة اهتزيت يا عرش الله؟ يا والدي والله عصيرا من صغر سلي أثاري الأبو يا ناس فما يضلل على عياله. صارت زينب تجمع النساء والأطفال بخيمة واحدة. انت اذا في ظلام شلون تدور؟ تقول وين تنادي باسمه؟ قالوا لها زينب انا لا نرى الرباب. خرجت تفتش عنها اين انت يا رباب اين انت يا رباب.
وإذ بها تسمع صوت مرأة تحاكي جسد صغير تقل دل الله دل الله يا الولد يا بدل الذي أتى بك يا رباب. قالت سببين، السبب الأول أني كنت في الخيمة وترى آلي خيال أمك الزهراء. تقول رباب رباب أنت في الخيمة ورضيعك على الأرض موسد. السبب الثاني أن صدري در فذكرت ولدي. تقول أنا جيت أرضع ابن الما شرب ماء الماء شرب ماي دران يا بيت حدر ذداي. على الرضيع تقول كل شدن بالحرمة لو يار حتى بسهام صابك وأردك. رجعتها إلى الخيمة ثم أنهم نادوا يا عمر بن سعد ماذا أنت صانع بهؤلاء؟ هل هم قتلى أم سبايا؟ قال بل سبايا. فقالوا مر لهم بالماء لكي لا يموتوا عطشا. وزعوا القراب اللي وزعها الشمر والزجر وكل واحد من الأطفال ينظر إلى الماء وعيونه تدمع. قالت لهم بنات عيالي شربوا الماء ما واحد يشرب. قال زين العابدين عمة تريدينهم أن يشربوا؟ قالت بلى. قال عمة اشرب الماء لكي يروك تشربينه ويشربون. قال آيات أنا اشرب لذيذ الماء حاجة والله حاجة وأهلي قضاء وكلهم. وإذ إحدى بنات الحسين وقيل سكينة أخذت قربة من الماء ظنوا أنها ستشرب. وإذ بأن حدرت ناحية الميدان إلى إيه قالت رايحة أروي عطش أبويا الحسين. أود سواد الليل زينب تدور عليه رايحة جاية رآها أحد الأعداء. ما لك تكثرين الرواح والمجيء؟ قالت إن لنا طفل ضائع. قالها سوادة يوم خوج حسين شنا تتحرك بصفا يتيمتكم أظنى يما التوين لكن يفت القلب وانا صعب عليك المعركة وحدك تروح. قالت درب سووا بروح الحومة هسا وصدوا تراني مسلمة ما عندي قناع. ولا حد يمر يم اليتيم خاب ترتاح طلعت تجر ولاتها ما بين المطار. شلون شافتها؟ ولن اليتيمة حاضنة الجثة وتنادي يا ابويا ضيعتنا ما بين الأهالي. أرجوك لا تفتر دمعتك عليهم.
زينب من ثقل المصيبة ما تقدر تشوف. قالت لها بنت أخويا تشوفين أبويا؟ أبوش؟ قالت نعم. قال عم صفي لي أباك. قالت عم جثة بلي يا راس. مرمي فوق غبرة يا عم شوف مكسرين ضلوع. قعدت زينب يمه جيبه زينب. قالت خويا لحقتك على ريحة الخوف وعفتني بقاع شلوى تقعد وشوف الشمر بيا سوى صوته على متوني. تركت الحسين يلا إذا عندك حاجة راحت يم المشرعة. قالت جيتك يا أبو فاضل من المخيم ليش وحدك طالعة من يردك والجفوف مقطعة اش عندك بهالليل يم المشرعة اعتاب عندك لو قصدك تشوفيني جيت اشوفك يا كافلي ورد اقول لك خبر يا غيرة علي من خيمتي حرقوها حرقة ومحملي ذكريات الهودة جتبتشيني. اسمع سمع اش قال من عباتك اشم دخان الخيام مستحي وغطيت وجهي بالعلم. من عباتك اشم دخان الخيام مستحي وغطيت واجيب العلا. لا يا زينب لا تشيلي السهم فدوى عيني تروحي لك يا عيوني خاف تزعل لا قلت ضربالي هردرا ويلك سوازم توني. الباب شي بكي هذا البيت يا زينب شاشوف بعيني يا زينب شاشوف بعيني من الصياط ممزق حتى العباء. ما ترضى مني مسن الهوى جفك والعلام طاح سوى وانا جفي بنار المخيم الجوى. ثم قال لها رأت الحسين على التراب أي عمر بن سعد أما فيكم غيور ومسلم يواري جسد الحسين
نادى عمر بن سعد جيبوها هل ندفن الحسين؟ قال لا، بل اركبوا على الخيول. ركبوا على بنات الأعوجية، أخذوا يحمونها في الميدان حتى أصبحت حارة. يا علي أخذوا يدوسون صدر الحسين. حتى طحنت ضلوعه الخيل، اختلطت عظام صدره بعظام ظهره. ألين الصارخون ثلاثا، خويا فوق صاويبك أصاويبك يرضى خويا، ولا راعه وشرب جذك شرب جذك. جنت حرزي وتحت الخيل، بعد عندي مصيبتين وأزلق الدعاء. أما الجسد تهام على سلبه، أقبل بجدل ليسلب خاتمه ما استطاع، فقطع خنصر الحسين. وجاء الجمال ليسلب تكته، وكان قد أحكم العقد فيها صار يحلها. رفع الحسين يميلا يقول اللعين، نظرت إلى زيب جئت إلى يميله، فقطع يمين الحسين. عاد يحل العقاد، رفع الحسين شمالا، جاء مرة أخرى وضع السيف على يساره. يا الله يا الله، حتى قطعها. حسينا خر وتعق بين القتلى، وإذ بيرى هودجا نزل رسول الله ينادي حسين، ثم نزل أمير المؤمنين ينادي، ثم الإمام العزل ينادي. شايفين هالولد شلون يصيح على مولاه؟ بعد منو باقي؟ ما نزال. نزلت أمه تمشي وتقع على الأرض تنادي، ولدي ولدي حسين. أنت إذا رأتك أمك أما تقبل رأسك؟ الزهرة وين قبلت ولدك؟ قالت أبا انظر إلى أمتك ماذا فعلت بولدي الحسين. تقول أنا وقت الذبيح ما كنت يمك.
أسألك الدعاء. ثم أل زينب توجهت ناحية النجاب وصرخت ونادت أبا يا علي هل عند حاجة ينادي. فأقبل لها الأطفال عم زينب إلا نرى فارس مقبل علينا من جهة الغريب. اقترب قليلا وهو يقول آه قل وياه آه اللي وجدك يا زينب. قالت له تباعد 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 ولئن لم تذهب لا دعوت عليك بأبي علي. من تريد ولا انت خاتب غاث لمنادي منجي العذراء ناصر احمد الهادي. قال يا حرة صيبتك فتت فادي كشف اللثامه يقل انا ابوك هذا اللي حاجي. اللي حاجي وانا للحراسه جيت اليك. قالت ابا مريت بالمعركة شفت جسد أخويا الحسين جدخلها الخيمة. قالت أبويا يبقى ويا سواد الليلة بس إيش قال لها. يلا بيات الدعاء. رد الخباء باري علي لك والخواتي وانت لوين تروح. قال الغرية انا ما اقدر ابال بكربلة واسمع ولد ما اقدر. ردت عليه والصيم يلا وروح يا ابن الجي العذراء ما تقدر تشوف عزيز يتعبر على الغبرة. اجل وش حال بن شافت شمر قاعد. فرج الله وتنقضي وحشة الليلة باكر يعين الله على ركوب الهزيل ونشيل عن الوالي ولا واحد. لا والد لي ولا عم ألوذ بي يا الله بغربة زينب بوحدة زينب عجل فرج ولي أمر الله بحقه اشفي كل مريض حاجة سن كل أمر عسير فرج عن كل ما محفظ شهادة أمير المؤمنين يا الله. من أرادنا بسوء فأرد ومن كادنا فكده واردد كيده في نحره إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات سيما الشهداء والعلماء. الفاتحة مع الصلوات.